مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، بشرى سارة لملاك البواطن. هجن العرضة، وصل موعد إعلان مهرجان الفيروز الذي ينتظره الجميع، ومن مفاجآت الموسم 2024. مهرجان الفيروز يأتي بهذا الموسم بنوعية وحلة جديدة، فهناك وضعت جوائز قيمة لهذا المهرجان للبواطن في ركض العرضة والتميز، فمنها ترقبوا الحدث الكبير وهذا المهرجان المرتقب، تفاصيله لاحقا من قبل اللجان المنظمة لهذا المهرجان. وموعد المهرجان بيكون في شهر ديسمبر لعام 2024. أهلا وسهلا بجميع ملاك الهجن البواطن شمال وجنوب الباطنة، والدعوة عامة. بصمة الفيروز بهتمين، راعي الطيب وراعي شداد، خلف لنا عيال وافين، أهل هجن وأهل الأجياد، ساروا في لهجة السلاطين، والوطن بالطيب وولاد، السلاطين الميامين، هم دهات الأرض وسياد.